وقد شرفنا الله تعالى في دولة الإسلام بإزالة وتحطيم كل ند كان يعبد من دون الله في غابر الأيام، وها نحن ولله الحمد والمنة، وكما ترون نزيل كل نصب وتمثال. عزما كما عزم الجنود، عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد، والصبر والعزم القوي وسيلة النصر المكين، واصلح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد. اليوم يومك يا فتى عزما كما عزم الجنود، عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد، والصبر والعزم القوي. كلما تمكنا من بقعة أرض أزلنا معالم الشرك منها ونشرنا التوحيد في ربوع هذه الأرض، ووالله لنزيلن معالم الشرك حتى نهدم قبور وأضرحة الرافضة في عقر ديارهم، ولنكسرن الصلبان، ولنهدمن البيت الأسود في عقر دار الكفر أمريكا. التهريب والاتجار بالأثار جريمة معاقب عليها دوليا بأكثر من 192 دولة بالعالم، واتفاقيات دولية تم التوقيع عليها بالدين كل من يقدم على التنقيب أو البحث أو السرقة أو تهريب الأثارات. لبنان يلي وقع الاتفاقيات الدولية وأبرزها اتفاقية اليونسكو، كون لبنان عضو بالأمم المتحدة جعلت منه بلد منخرط بعملية مكافحة تهريب الأثارات. وزارة الثقافة هي الوزارة المعنية بإدارة والمحافظة على الأثار بلبنان، وبحب أكد أنه لبنان أول شيء ملتزم بالاتفاقيات الدولية اللي هو منضم إليها والمتعلقة بالأثار، اتفاقية 1954 و1970. نحن ولكن دورنا هون بهالإطار هيدا مكافحة الأثار المسروقة والمهربة هو دور تقني، مؤازرة تقنية للأجهزة الأمنية. نحن ما عندنا جهاز بكافح على الأرض، يا أما بتجي الإشارة من القضاء المختص، يا أما بيتم اتصال بناء على إجمالا إشارة من القضاء المختص من الأجهزة الأمنية مباشرة، بيتوجه دغري عن ضبط قطع موجودة بلبنان أدخلت إليه عن طريق بطريقة غير شرعية، بينتقل فريق متخصص هن أثريين من الوزارة وبيطلعوا على هالقطع وبيعملوا فيها تقرير فني، بيقولوا يا أما هي قطع أثرية يا أما هي قطع مقلدة. اليوم لبنان من أكثر الدول المنخرطة بعملية مكافحة تهريب الأثارات والاتجار غير المشروع فيها، لا سيما بالسنوات الأخيرة يلي شهدت فيها سوريا أكبر عملية ممنهجة بالعالم لنهبة وتدمير، لا سيما بمنطقتي تدمر وحلب. كون لبنان يمكن موجود على حدود سوريا ممكن يشكل بحد ما بلد ترانزيت، ولكن اليوم بحسب نحن ما عم نشوفه أنه تجارة خافة عن الأول، يمكن يكون التجارة عم تتم عبر بلدان أخرى بالمنطقة، ولكن بأكد لك أنه بلبنان يعني من أول سنة 2016 نحن صرنا بنص السنة طلبنا للمؤازرة الفنية حوالي 15 مرة، و80% من القطع اللي تم ضبطها هي قطع مقلدة وليست أثرية حقيقية. سيطرة تنظيم داعش على المناطق الأثرية بسوريا والعراق على حد سواء ودخوله إلى المتاحف والقلاع التاريخية جعل من أثارات عمر آلاف السنين تتحول إلى رجام، وهذا ما دفع بالتنظيم الإرهابي إلى إصدار بيانات تحرم وجود الأثارات، بالإضافة إلى العديد من أشرطة الفيديو المصورة يلي بتبين التنظيم عم بيقوم بتحطيم وتكسير التماثيل والأثارات. ارتباط الإيجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي
ارتباط هذه النوع من التجارة بتمويل هذا التنظيم، وذلك طبعا من خلال أشكال متعددة، منها ما يتعلق ب أو ما نتج عن استيلاء هذا التنظيم على مدن ذات طبيعة تاريخية وفيها كثير من الممتلكات الثقافية الغنية والقيمة جدا، وتصرفه بهذه الممتلكات من خلال البيع، ومنها أيضا وسيلة أخرى من خلال سماح هذا التنظيم لبعض العصابات أو الشبكات الإجرامية العالمية المتخصصة في التنقيب عن هذا النوع من الآثار، وبالتالي تمهيدا لبيعه وتصريفه من خلال فرض ضرائب معينة لسماح لهؤلاء للقيام بأعمال تنقيب طبعا مخالفة للقانون في المناطق التي يسيطر عليها. بالرغم من محاولة إظهار داعش على أن مدمرة للأثارات ومكفرة لكل من يقتنيها، إلا أن التحقيقات والتقارير الأمنية الغربية والعربية أظهرت أن هناك يد طولة للتنظيم بعملية الاتجار بالأثار. السؤال الأساسي اللي عم ينطرح، هل المنظمات الإرهابية وتحديدا تنظيم دولة الإسلامية داعش عم بتاجر هو بالأثار كتنظيم، عم بيمول نفسه من بيع الأثار؟ لأنه طبعا في قطع أثرية عم يوصل سارة وعم يتمن وعم بيع بأوروبا بمليون يورو وبخمسمائة ألف يورو وباثنين مليون يورو وإلى آخره. هل يا ترى التنظيم من بعد استيلائه على معالم أثرية كتير مهمة بالعراق وبسوريا إن كان تدمر أو حلب، هو عم بيقوم بتجارة هذه الأثار؟ أنا بدي الناس تفهم كيف عملية الإتجار بالأثار بتصير. الإتجار بالأثار، الزبون موجود بأوروبا بأمريكا بالخليج، اللي عنده الزبون هو اللي بيتحكم باللعبة. يعني الزبون مش موجود ولا بسوريا ولا بالعراق ولا بلبنان، اللي عنده الزبون هو بيتحكم باللعبة، عنده الزبون بيعرف شو بده يطلب. هو اللي بيطلبه ولا من تنظيم الدولة الإسلامية ولا من جبهة النصر ولا من الجيش السوري، بيطلبه من خبراء أثار، لأن ما حدا بيعرف يبحث بالأرض ويشيل أثارات إلا بده يكون خبير أثار. أنا التاجر عندي الزبون، هالزبون عم يعمل طلبية، أنا بطلب من خبراء الأثار الموجودين بسوريا أو بالعراق، بدي هالقطعة الأثرية المعينة الإسرائيلي فيها زبونات، هني بينقبوا عنا بيحضروا لي إياها، أنا مستفيد من جو الفوضى، أنا بدفع خوة سواء للنصرة سواء لداعش سواء للجيش السوري، بدفع خوة لأمر الحرب تطلع هاو طلعهم. في عصابات تهريب رح تهربهم عن طريق الحدود الدول المشتركة حوالي سوريا. يعني اليوم هاي التنظيمات أكيد بدها تستفاد مالياً، بس أنا عم بسأل هل بيع الأثار يعني غير الخوة أو الكوميسيون اللي بده يقبضها اليوم داعش، ما هو عم يستفاد من تمويل التنظيم هو تبعه؟ هو هو السؤال الكبير، هل إنه داعش هو كمنظمة عم يستفيد من هالمصاري ولا ناس نافذين بداعش هن عم يستفيدوا من هالفلوس؟ أوكي، بس ما حدا عم يقدر يلاقي جواب. اليوم أنت بتقول مين عم يسأل؟ بس أنا بدي أقول شغلة، مين عم يسأل هيدا؟ كل الأجهزة الأمنية بالعالم تعرفوا كيف عم يتمول داعش. هل إتجار بالأثار هي لتمويل المنظمات الإسلامية ولا لا؟ سرقة الأثار عم بتصير بكل سوريا، بمناطق النظام وبمناطق اللي فيها المنظمات الإرهابية. هو عمل دعاية أنه عم بدمر الأثار؟ بالمناطق اللي فيها داعش في إشياء موثقة أنه أنت بتاخد رخصة من داعش بالتنقيب عن الأثار وبتدفع 20% جزية. نعم، هذه المناطق اللي فيها داعش مثل بتدمر مثلا، مثل وقت اللي كان داعش بتدمر كانوا يقدروا ياخذوا اثار. هي بتدمر انسرق الاثار كلها منها، كل المتاحف اللي عملها دعايه داعش انه دمرها او كسرها. انا بتحدى حدا يعد كم تمثال، متحف اللي فيه 1000 تمثال كانوا يفرجوا 10 او 15 تمثال عم بكسرون، بقيت التماثيل شو نعمل فيها؟ مكتب مكافحة الإرهابيات الدولية بالشرطة القضائية هو من المكاتب المختصة بمكافحة جرائم الإرهابيات الدولية بشكل عام ومكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالآثار في لبنان. في العام 2006 جرى توسيع اختصاص المكتب ليشمل حماية الإرث الثقافي بكل تفاصيله. قلنا بنعرف أنه القرار 166 لعام 33 اللي حدد الآثار جرى تعديل هالقانون بالقانون 37 لعام 2008 وصار هو بشكل عام اسمه حماية الإرث الثقافي. كان لابد من توسيع نطاق المكتب ليشمل حماية الإرث الثقافي ومكافحة الجرائم اللي بترتبط بالتعدي على هالقانون هيدا. فالممتلكات الثقافية هي بتشمل الآثار وجميع الممتلكات التي لها قيمة وطنية
على المستوى الوطني بأي نوع كانت. الجمهورية اللبنانية عم بتقوم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وبملاحقة شبكات تهريب الأثار عبر كافة الأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بالشرطة القضائية بقوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع المديرية العامة للأثار. غير أننا ملتزمين نحن طبعا للآخر بالموضوع مكافحة الأثار، لأنه نحن بلد أصلا غني جدا بالأثار وما بيناسبنا إلا يكون هيك. نحن وسعنا إطار المكافحة إلى المواضيع التراثية، يعني اللي هي بعد 1700، اللي بتضم كتب، لوحات، خشبيات معينة، كذا، كل هيدي لأنه عن تنهب من سوريا بشكل خاص. نحن كل شيء بيجي ومنتأكد أنه منه مكلد منضبطه وبيرجعوا السوريين بيردوه. ردينا قطع لسيدة معلولة كمان بهالإطار هذا. إذا بدك هولي منه مشمولين يمكن بالمعاهدات، ولكن نحن وسعنا إطار لأنه هيدي آخر شيء قطع بتعود للتراث وهي منهوبة من بلدان، وهذا الشيء نحن ما بنقدر نقبل فيه. منظمة اليونسكو عم بتقوم بمتابعة ورصد ورفع تقارير تتعلق بتهريب الأثار عبر شرطة الانتربول مع كافة أجهزة الأمن العربية لملاحقة أي قطعة أثرية عم بتم اكتشافها. وبهالسياق تمكن لبنان من أنه يكون على رأس الدول المتعاونة مع الدولة الفاقدة لأثارها. وبأحد الأيام اكتشفت الدولة العراقية أنه أحد أهم القطع الأثرية العراقية يلي فقدت خلال حرب العراق موجودة بلبنان بمنزل إحدى السيدات اللبنانيات. وطبعاً العراقيين اكتشفوا هالموضوع من باب الصدفة وقدموا شكوى مزدوجة إلى شرطة الانتربول وإلى الأمم المتحدة لاستعادة رأس الملك سانتروك يلي بيشكل قيمة معنوية وتاريخية للعراق. في سيدة لبنانية كانت عم تعمل مقابلة مع إحدى محطات التلفزيون الأجنبية، بيّن بالمقابلة راس أثري موجود حدا بالمقابلة. السلطات العراقية بتقول تعمل كتاب إنه هيدا الراس هو راس للملك سانتروك مسروق من أحد متاحف العراق أبان الدخول الأمريكاني على العراق. عملت كتب وصار في نزاع طويل بهذا الموضوع، لأنه السيدة اللبنانية بتقول إنه هيدا مهداة لإلها أبان حكم صدام حسين ما كان موجود بمتحف العراق، والسلطات العراقية كانت مصرة أنه هذا كان موجود بأحد المتاحف أبان الدخول الأمريكاني. وصار في محاكمات بالعراق وبلبنان لآخر شيء. يعني اليونسكو الانتربول بيعطي أهمية قصوى لأثار العراق وأثار سوريا المهربة، آخر شيء طلع بحق السيدة نشرة حمر. رأس الملك سانتروك يعود تاريخه إلى القرن الثاني بعد الميلاد، وهو مصنف من محتويات متحف بغداد، وقد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، مع الإشارة أن وزارة الثقافة وللمرة الثالثة على التوالي بتقوم بإعادة قطع أثرية مسروقة إلى الجمهورية العراقية. نحن كوزارة كمان طبعا غير الإجراءات اللي بناخدها بموضوع الملك سانتروك، لأنه كان في دعوة قضائية بين الدولة العراقية والسيدة اللبنانية التي كانت تقتني هذه القطع الأثرية. توسطنا نحن كمديرية عامة للأثار، وأنا كوزير حكيت مع الوزير المعني العراقي وأنعت الطرفين بحل، كان كناية أنه رد الرأس للعراقيين، وهن بياخذوا إجراءات ممكن تؤدي إلى أسقاط الدعوة عن السيدة المعنية. عديد من الأشخاص الهواة يقومون بشراء هذه القطع الأثرية من بعض المزادات على أنها قطع أثرية كانت بمقتنيات شخصية وأنه شراء له صحيح، في الحقيقة بعد فترات يواجهون مشاكل بسبب مصدر هذه القطعة اللي هو بيكون تهريب. وهون في هذه الحالة السلطات العراقية تابعت المسألة، إنما المشكلة أو أحد المشاكل اللي عم بتواجه حقيقة مكافحة هذه الظاهرة، أي ظاهرة الإتجار غير المشروع بالمنتجات الثقافية واللي موجودة حاليا بأوروبا، هو أنه عادة السلطات القضائية في الدول التي تحصل فيها عملية بيع هذه القطع الأثرية تعتمد بصورة أساسية على همة الدولة المصدرة، يعني الدولة التي صنفت أو التي تملك هذا المنطلق الثقافي، بأن تراسل وتتتبع
أين هذا الممتلك الثقافي وتطالب السلطات القضائية الموجود داخل هذا الممتلك الثقافي بإعادته. وهذا الأمر لم يحصل في بالنسبة للممتلكات الثقافية التي هربت من سوريا إلى ألمانيا تحديدا، لم يحصل. ربما هذا ساهم في تراخي السلطات القضائية الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة.